السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مجددا في قناة بيوتي باي خديجة. كي درتو لاباس عليكم؟ بخير. ترحب بالجميع المشاهدين والمشاهدات، تنقول لكم مرحبا وألف مرحبا، وترحب كذلك بالمشاهدين الجدد، تنقول لكم مرحبا. ولا عجبكم محتوى الفيديو أو القناة، ما تنساوش تضغطوا على صابوني وعلى الجرس باش توصلوا بكل جديد. هنا البنات اليوم انا خارجه، عندي واحد رونديفو عند لفطالمو اي طبيب ديال العينين. هنا واحد السونتر البنات اللي هنا البنات في تولوز اللي ما عارفينش، هذا واحد السونتر تاخدي رونديفو عندك باغ انترنت وتيكون لك قريب. قولي لي يلاه، ما عارفين تخص 6 شهور باش يلاه يا ربي يا ربي الى عطاوك رونديفو زعما يكون سهل. السونتر هو هذا البنات اللي ما عارفينوش، هو هذا راك جا في سونتر بالي جوستيس. هو هذا البنات، ها نتوما، هذا تتشدي رونديفو عندك. انا يلاه والبارح ولقيت الرونديفو بيومين زعما، وتنجي هنا دائما. صافي البنات، انا خرجت كما قلت لكم، ها هو فين هو زعما، ما تياخذ لكمش الوقت بزاف، يمكن لكم كاع تجيو هنايا. انا تنوري هنايا بالنسبه للبنات اللي ساكن في تولوز وما عارفينش هذا السونتر، لان انا براسي ما كنتش عارفه. عرفتو شنو نقول لكم، هذه واحد عامين هذه باش عرفتو، ومزيان مزيان زعما بالنسبه لي المدن الاخرين او ميم هنا في تولوز. الا بغيتي تمشي عند الفطالمو خصك اوموا 6 شهور. يلاه يلاه يا ربي يا ربي الا شديتي الرونديفو بحال هكا في اخر لحظه، يمكن لك تشدي على نهار على يومين، ميم يمكن لك تشديه باغ انترنت البنات. انا تنقول لكم يمكن لكم تشدوه حتى شنقول لكم في العشيه، هكا كنتي في الصباح تاخذي في العشيه. ومام هنا راه ولاو كانوا افون ما تيش عطاكوش رونديفو هنا، دابا راه شفتهم ولاو تيعطيو رونديفو هنا. لا بغيتي تشدي تجي عندهم وتاخذي الرونديفو. صافي هذا الشيء اللي كانوا بغيت غن قلت زعمايا هذا الوجه ديالي، ما دابا انا فاتحه القناه بالنسبه للبنات اللي ساكنين هنايا في تولوز يتعرفوا عليه ويمشوا عليه ويعطيو شي دعوه الخير. وصافي هذا الشيء اللي كاين، يلاه نخليكم نمشي دابا لداري البنات. عرفتي والله عطاو داروا لي واحد لي كوت، راه مداير اختكم بحال شي حواره، وخصوصا داروا لي في الاخر واحد لي كوت صفر. عرفتي من بعد راه بقيت نشوف كلشي صفر، ويلي. صافي هذا الشيء اللي كاين ان شاء الله، وهانتوما معايا ما تمشيو فين، ندوزو واحد النهار مجموعين. وهذا هو المترو بالي جوستيس، شتي غير من طلعوا تدوروا على يديكم كوش، صافي وهانتوما في السونتر. هنا صافي انا هابطه باش نشد المترو، وكما قلت لكم البنات من الافضل ليكم تجيو كيف الطوبيس والمترو بلا ما تجيبوا السياره ديالتكم، لان باش تكاري الطوموبيلات نتاعك وهذا تتخاي مشكله. صافي انا كنت هنرون ما عرفت فين ننزل. صافي هذا الشيء اللي كاين، انا قلتها لكم غير اللي هتجي في المترو مثلا. هضر انا بالنسبه للبنات اللي ساكن في تولوز، من حسن ليك اجي في المترو وتنزلي في بالي جوستيس، ومن بعد دوري اكوش والسونت زعما راه باين 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 وما بعيدش. صافي هذا الشيء اللي كاين. صافي دابا نتسنى المترو، شتي انا بغيت غنوريكم. هنا كما تلاحظوا بالنسبه لوجبه الغداء ان شاء الله هنديرها خفيفه ظريفه، من بعد ما رجعت من عند الرونديفو اللي كان عندي لفطالمو كما راكم شفتوه، راه شاهدتوه في الفيديو. غنوجد هنا واحد الغداء
خفيف خفيف خفيف، معروف معروف عندنا هنايا. شنو هي؟ هي الطاجين ديال مطيشة بالبطاطا والكفتة. هنا كما تلاحظوا ديجا حطيت العلبة ديال الطماطم، ما متوفرش عندي المطيشة أنايا الطرية هكذايا، تنضيف له قليل من المطيشة هادي من بعد تنضيف قليل من البودرة ديال الثوم، القليل من القزور هكذا، من بعد ناخذ القليل من السكينجبير قليل من الفلفل الاسود الا بزاف، القدر ديال الفلفل الاسود يبقى على كل واحد واش تيبغيه يكون حار او يكون قليل. هنا درت قليل من الكركم، قليل من الفلفله الحلوه اي التحميره او الشاونيه، قليل من الكمون، وفي الاخير قليل من الملح تبقى على حسب الذوق الشخصي، وقليل من زيت الزيتون. صافي طرد نخلي هاد الصلصه طيب لينا شويه، يلا كتعقد هكايا. نضيف ليها البطاطا اللي كما تلاحظوا هنايا تقريبا واحد نص كيلو ديال البطاطا اللي قطعتها هكايا مربعات او مكعبات صغيره، اللي غنضيفها للطماطم. صافي وان شاء الله نتوما تبقاو معايا من بعد منها ندير الكفته نتاعي، تشوفوها وتتشوفوا ان شاء الله الطاجين نتاعنا كي هيجي. هنا صافي وضعت البطاطا نتاعي من بعد ما طابت ليا المطيشه اي الطماطم، الصلصه تجي رائعه رائعه البنات. صافي هنايا نخليها شويه تشحر ليا ونضيف ليها الماء، ومن بعد ما طاب ليا البطاطا نضيف الكفته ان شاء الله وصافي. وهانتوما يا معايا باش تشوفوا جميع المراحل. هنا بالنسبه اللحم المفروم او الكفته، هنا تقريبا البنات انا بالغرام ما حسبش، انا تقريبا واحد تقريبا 300-350 غرام ديال اللحم المفروم اللي ضفت ليهم التوابل هنا البنات كما تلاحظوا. تنتمنى تشوفوا التوابل المقادير اللي كاين هنا. عندي هنايا القزبر والمعدنوس هنايا اليابسين، هنا عندي قليل من الفلفل الاسود اي لبزه، قليل من الملح، قليل من القرفه هذا ولابد انايا نديرو هنايا في الكفته، وقليل من الفلفل الحلو اي التحميره او الشاونيه، وقليل من الكمون، وصافي. وهذا الشيء اللي كاين نجمع هذا الشيء كامل، ومن بعد ندير واحد الكويرات صغار اللي هنوضعهم فوق الخلط اللي عندي ديال المطيشه والبطاطا، وان شاء الله هانتوما تشوفوا معايا من بعد. صافي تنبقى هكذايا نجمع تيجي واحد الطبق رائع وفي متناول الجميع، ما كاينش شي شنو نقول لكم شي خضار او شي اشياء زعما اللي مكلفه، بالعكس كل شيء موجود عندنا. صافي دابا يا هنا جمعت الكل وهندير كويرات كما قلت لكم اللي غنضيفو ان شاء الله عندنا الطاجين تاعنا. صافي هنايا من بعد ما دخل الطياب البطاطا هذه ما تلاحظوا ما تخليوهاش طيب بزاف بزاف. صافي هنايا وشرب لينا لاصوص مزيان. هنا الكفته نتاعنا اللي كورتها هكايا صافي، وغنحطها
هكذا. الا بغيتوا تحطوها اما هكا ولا تحطوها عشوائيه ما كاين مشكل. صافي، ونضيف لها القليل من الماء باش تطيب على خاطرها، ونقصوا المهل النار. صافي هكذا، صافي رجعها فوق النار، وكما قلت لكم نزيد عليها قليل من الماء، وان شاء الله نشوفوا الطبق نتاعنا من بعد. وهنا في الاخر من بعد ما طابت لي الكفته، غنضيف لهم خمسه ديال الفرماج ديال الساندويتش. يمكن لكم ديروا اي جبن اللي عندكم متوفر عندكم في المطبخ، ديروا تيجي واحد طاجين غزال البنات، غزال 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 ان شاء الله وشهي. ونتمنى بانكم تجربوه. دونك دابا غنمشي غنوضع هذا فوق فنديرو في الطاجين تاعنا، وان شاء الله حتى نوريكم من بعد. الطبق نتاعنا هو ده بالصحه والراحه. تنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتجربوه، وتردوا عليا في الكومونتير طبق جد رائع رائع وشهي ولذيذ، بالخصوص اللذه يا البنات، بالخصوص اللذه. دونك كما قلت لكم الفرماج ها هو، هانتوما كما تلاحظوا راه هو داب. ضفتو على البطاطا والكفته حتى طفيت على النار، عاد ضفتو، ومن بعد رشيت واحد الرشه ديال القزر والمعدنوس باش تعطينا هكاك واحد الرونق، واحد بحال شنقول لكم واحد اللوحه جميله جدا جدا. اذا تنقول لكم وصلنا لنهايه الفيديو، تنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم من البدايه للنهايه، وقد فدتكم بالنسبه البنات اللي كما قلت لكم اللي في تولوز بالنسبه لفطالمو، وبالنسبه هذا الطاجين ديال اليوم. اذا ما بقى ليا الا نقول لكم مع السلامه، وما تنساوش كما ديما لي لايك البنات، وشجعوني باش تكبر القناه نتاعي ونتاعكم باذن الله. اذا مع السلامه في فيديو مقبل بحول الله.